في الفيديو ده هقدم لك أداة قوية جدا هتخلي تعاملك مع ملفات البي دي اف أسهل وأسرع بكتير. هنتكلم عن UBDFAI المساعد الشامل لملفات البي دي اف بالذكاء الاصطناعي. كلنا عارفين ان ملفات البي دي اف بتستخدم بشكل شائع في حياتنا اليوميه، سواء في العمل او الدراسه او حتى الانشطه الشخصيه، واداه يو بي دي اف اللي هنستخدمها النهارده هتساعدك بالاستخدام السهل والاحترافي لملفات البي دي اف. من مميزاتها ان انت تقدر تستخدمها على الماك، على الويندوز، على الاي او اس، على الاندرويد، يعني تقدر تستخدمها على اي جهاز معاك. اداه تستخدم الذكاء الاصطناعي في التلخيص وقراءه الوثائق بسرعه، بتلخص الالاف من الصفحات في ثواني قليله قوي، وتقدر تترجم بيها اي نص. تعالوا نشوف ازاي نقدر نستخدم اداة UBDFAI. يلا بينا. عشان نحمل برنامج يو بي دي اف فاحنا محتاجين ندخل على الصفحه الرئيسيه. زي ما احنا شايفين الصفحه الرئيسيه هنا بتدعم اللغه العربيه، جايب لك هنا كل التفاصيل اللي ممكن تعرفها عن برنامج يو بي دي اف والمميزات اللي ممكن تعملها باستخدام برنامج يو بي دي اف. مزايا كتيره جدا من ضمنها مساعد اي اي، يعني ممكن تستخدم الذكاء الاصطناعي والجي بي تي 4 في ان انت تستعين بيه انك تظبط اعدادات البي دي اف بتاعك. طبعا تحرير البي دي اف ان انت تعدل عليه اي شيء، قراءه البي دي اف، تقدر ان انت تعمل سحابه لليو بي دي اف بتاعك ان انت ترفع عليها ملفات البي دي اف، تقدر تعمل اي تعليقات على الملف، تقدر تحول الملف بتاعك لاي صيغه تانية. وصفات كتير جدا موجوده في البرنامج، زي ان انت تعمل حمايه، ان البرنامج ما يتعدلش عليه تاني، تعمل ضغط للبي دي اف، تعمل تعبئه، حتى لو هتعمل كمان عايز تعمل كيو ار للبي دي اف هتعمل. مزايا كتير جدا واكتر ممكن نعملها في البي دي اف بتاعنا، نعدل على اي شيء باستخدام برنامج اليو بي دي اف. طب ازاي بقى نقدر ان احنا نحمل البرنامج بتاعنا؟ هتلاحظ هنا في نفس الصفحه اللي انا هسيب لك الرابط بتاعها في وصف الفيديو، في حاجه هنا اسمها تنزيل مجاني وحاجه اسمها اشتراك. التنزيل المجاني ده لو انت حابب ان انت تجرب البرنامج وتستخدمه، وبعد كده عندك الحريه ان انت تشتريه لو انت خلاص هتستعين بيه. طبعا شراء البرنامج معناه ان انا هعمل بيه شغل كتير وهينطلب مني شغل كتير، فاكيد طبعا هحقق من وراها ربح كبير. عشان انزل البرنامج هضغط على تنزيل مجاني، اول ما اضغط عليها تلقائيا هيحمل معايا اداه، الاداه اللي هحملها ديت هستخدمها في ان انا ابدا تسطيب البرنامج بالشكل ده. طبعا هنا تلاحظ ان البرنامج هنا متاح ان انت تستخدمه على الويندوز او الماك او الاي او اس او اندرويد، يعني بيدعم جميع الاجهزه اللي ممكن تستخدمها، سواء موبايل سواء لابتوب، ايا كان الاصدار او النظام اللي انت بتستخدمه. اما بالنسبه لخطط الاسعار، فانت عندك السعر بيبدا من حوالي $50 يصل الى 108 او 109 دولار. كل هنا سعر بيكون ليه خصائص مختلفه ومزايا مختلفه، يعني مثلا اقل سعر ممكن لا يتضمن الاي اي، لكن عندك مثلا بعد كده عندك السعر الثاني ممكن يكون فيه الاي اي، والسعر الاخير بيكون غير محدود، يعني بيكون كل فيه كل المزايا بشكل غير محدود. وزي ما قلت لك طبعا ان ده هيفرق معاك في الشغل، انت تقدر تعمل بيه انتاجيه كبيره من الشغل. هيحمل معاك هنا الاداه اللي من خلالها هتبدا ان انت تعمل تسطيب للبرنامج بتاعك. هنضغط عليها مرتين كده فهتبدا عمليه التسطيب، هيجيلك رساله زي كده تضغط عليها يس، وبعد كده هيبدا عمليه الانستول. اول ما يخلص الانستول هتجيلك الرساله دي، هتضغط على انستول عشان يبدا يعمل لك تسطيب للبرنامج، وبعد كده هنفتحه بالشكل ده. هنا هتلاحظ ظهر معايا هنا اداه اليو بي دي اف، اهو هضغط عليها مرتين اتنين، واول ما اضغط عليها هيفتح معايا الواجهه الرئيسيه للبرنامج بالشكل ده، ودي اللي هنشرحها دلوقتي بالتفصيل. هتفتح معاك هنا الصفحه الرئيسيه للبرنامج بالشكل ده. زي ما احنا ملاحظين هنا الشاشه فاضيه، هنا في مربع فاضي، ده المربع اللي احنا نقدر نحمل فيه الملف البي دي اف، سواء من هنا هنسحبه على طول او نيجي نعمل من هنا اوبن فايل. فلنفترض ان انا عايز اجيب ملف، فهضغط على دي، هختار الملف اللي انا عايزه واعمل اوبن. هتلاحظ بكل بساطه هنا فتح معانا بي دي اف بتاعنا بالشكل ده ومنسق زي ما كنا كاتبينه بالظبط. ازاي بقى هنبدا ان احنا نعمل تعديلات عليه؟ اول حاجه عايزك ان انت تشوف تحت هنا على اليمين هتلاقي في حاجه اسمها يو بي دي اف اي اي، هنضغط عليها بالشكل ده هيفتح معانا المستطيل ده اللي هتلاقي فيه حاجتين اتنين، اسك بي دي اف، وهتلاقي حاجه اسمها تشات. اسك بي دي اف دي خاصه بانك ممكن تسال البي دي اف اللي عندك ده في اي شيء، ولو انت رحت على الشات فالشات ده تقدر تستعين بيه في ان انت تقدر تستخدم الجي بي تي في البحث عن اي مقالات او اي شيء. لو رحنا على اسك بي دي اف وضغطنا على جيت ستارتد، ممكن اجي هنا مثلا اساله في اي شيء موجود في البي دي اف بتاعي. مثلا قلت له هنا اشرح لي حياه توت عنخ امون، وبعد كده هضغط على السهم ده هيبدا ان هو يديني بيانات او تفاصيل بالشكل ده. هتلاحظ هنا ان هو هنا لخص لي البي دي اف بتاعي بشكل احترافي وجاب لي كل التفاصيل المهمه فيه. طبعا البي دي اف هنا صغير، فهو هنا برضو هتلاحظ ان الكلام قريب من بعض، ولكن اذا كان البي دي اف بتاعي طويل شويه فهيبقى تفاصيل هنا برضو تقدر تتحكم فيه. كذلك الامر في الشات، ممكن مثلا انا حابب ان انا اضيف اي شيء
في الشات ممكن اسأله عن اي شيء. لو جيت برضو قلت له حياة توت عنخ امون وبعد كده اضغط على السهم ده، ضاف لي فقرة بسيطة جدا لو انا حابب ان انا اضيفها ممكن ان انا اضيفها هنا عن طريق باقي الادوات اللي احنا هنستخدمها دلوقتي. ده بالنسبة لاستخدام الشات بوت. حاجة جميلة جدا لو عملتها، لو انت مثلا رحت على هنا مثلا فقرة زي ديت وحددتها بالشكل ده، اول ما تحددها هيظهر لك هنا مستطيل ده، او هتضغط على حاجة اسمها اكسبلين، هنا بيجي يقول لك انت عايز تعمل ايه. انا مثلا اقول له عايزك تعمل لي ترجمة، فلو رحت هنا اخترت اي ترجمة لاي لغة، عندي مثلا اللغة الانجليزية هضغط على انجلش بالشكل ده، هيبدأ تلقائيا ان هو يترجم لي الفقرة بتاعتي بالذكاء الاصطناعي بالشكل ده، واقدر بعد كده ان انا اخد الكلام ده كوبي او استعين بيه ان انا حتى لو حابب اضيف ولي النص بتاعي هنا وترجمة اقدر ان انا اضيفه. كمان ان انا لو جيت هنا ضغطت على ترانسليت ورحت على حاجة اسمها اكسبلين يعني شرح، ممكن يبدأ ان هو يلخص لي الكلام ده لأي كلام اخر، بل بالاضافة كمان ان هو حط لي نقط هنا كمان وعملها لي باللغة اللي انا كنت مختارها اللي هو اللغة الانجليزية. فبصراحة برضو اداة رائعة جدا. لكن عندنا بعد كده في استخدامات كتير للبرنامج. لو احنا رحنا هنا على الشمال هنلاقي في اكتر من اداة، ادوات جميلة جدا نقدر من خلالها ان احنا نعمل تعديلات حلوة قوي في البي دي اف بتاعنا. اول حاجة هنروح نقف على هنا الكومنت، هنضغط عليها بالشكل ده. اول ما هنضغط عليها هطلع زينا ظهر لك ادوات كتيره جدا. تعالى كده نشوف ايه الادوات. اول حاجه عندك في حاجه اسمها الستيكي نوت، والستيكي نوت ديت مثلا بتبقى عباره عن نوتس ممكن تحطها في اي مكان في البي دي اف، بحيث لما تيجي تستخدم بعد كده تبقى عارف انت وصلت لحد فين او عملت ايه. فممكن اجي هنا مثلا واحط هنا نوت بسيطه جدا، واجي هنا اكتب فيها اي شيء، واقول هنا مثلا اي حاجه عن المقدمه ان هي ايه مقدمه تمت مراجعتها مثلا، ان انا كان انا براجع مثلا بي دي اف. ممكن اختار اي لون وبعد كده خلاص انا اصبح عندي نوت، ضفت هنا نوت. كذلك الامر عندي هنا في الاداه اللي هي الهايلايتس ديت، ممكن من خلالها اعمل تلوين لاي عنوان عندي. هضغط عليها بالشكل ده واجي هنا كده احدد الجزء ده على طول، هتلاقيه لون معايا على طول. لو انت جيت ضغطت عليها تاني بالشكل ده هتلاحظ هيظهر لك الوان، ممكن اختار لون تاني وممكن اغير اللون اللي انا عايزه لاي لون مثلا من هنا. وبعد كده لو جيت حددت مثلا اي حاجه من الحاجات دي هتبص لها حددت معاك بالشكل ده، بنسميها هايلايتس لو انت حابب تحدد اي جزء بالشكل ده. هنا اهو هاجي هنا كده اقف عليها تاني كده وبعد كده احدد كده اهو. هنيجي بعد كده في برضو عندك حاجات زي طبعا انت ممكن تحط خطوط تحت الكلمه، فوق الكلمه، في وسط الكلمه. حرف التي نفسه ده اللي هو تكست كومنت، ان انت تقدر تكتب اي حاجه في اي مكان. وعندك برضو هنا في حاجه اسمها تكست بوكس وحاجه اسمها تكست كول اوت. والتكست طبعا ده شيء عادي جدا، انا لو جيت تحت هنا مثلا حابب اضيف تكست هنا بالشكل ده اي تكست هضيفه، ممكن مثلا اجيب حاجه زي كده كوبي واجي هنا اعمل تاني تكست اهو بالشكل ده، هجيب هنا التكست بتاعي واجي هنا اعمل كنترول في هيكتب لي كل التفاصيل اللي انا عايزها مثلا دي بالشكل ده هنا كده. اقدر بعد كده طبعا ان انا اتحكم في الخط او في نوع الخط وفي الحجم وفي الشكل ده كله. كذلك الامر هنا في عندي حاجه اسمها تكست بوكس، ودي برضو بتبقى ملاحظات بسيطه ممكن نضيفها. لو انا ضغطت عليها بالشكل ده وجيت هنا عملت تكست بوكس بالشكل ده اقدر اكتب فيه اي كلمه، مثلا ممكن اكتب مراجعه بالشكل ده، وبعد كده طبعا اقدر ان انا اغير اللون بتاعها والحجم الخط وممكن اعمل ستايل والكلام ده كله، بتظهر معايا هنا كده بالشكل. ممكن كمان اعمل تكست اللي هو الكول اوت بشكل احسن شويه، بتبقى مثلا ان انا هاجي كده بيظهر معايا سهم، لو انا حابب برضو اكتب نفس الشكل او النمط بيظهر معايا هنا سهم. اقدر طبعا اختار شكل السهم هنا مثلا اخليه اسمر، وهنا لون الكلام اللي هو الفيل كلر هسيبه زي ما هو كده، وهنا الكلر العادي هيبقى هسيبه ابيض، واكتب هنا في المربع اي حاجه انا عايزها، مثلا برضو هكتب مراجعه او اكتب يو بي دي اف، اكتب اي شيء، تبقى برضو ملاحظات للي بيستخدم البي دي اف بعد كده. ايضا في حاجات كتير ممكن تعملها زي البنسل لو انت عايز تكتب اي شيء، تكتب اي شيء هنا عادي جدا. عندك حاجات زي مثلا فيها هيقابلك برضو حاجات زي انت حابب تمسح اي حاجه تقدر تشيل دي على طول، تضغط عليها كده وتعمل ديليت. في حاجه اسمها ستيكرز لو انت عايز تضيف ستيكرز لليو بي دي اف بتاعك، هضغط عليها بالشكل ده، عايز اي ستيكر هضغط عليه كده واروح جاي حط في المكان اللي انا عايزه بالشكل ده، ممكن اكبر الحجم او اصغره، كل دي اضافات ممكن نعملها. حتى لو عايز تعمل اتاش فايل، عايز تحمل اي فايل او تضيف اي فايل ممكن تضيفه هنا. ان انا لو جيت مثلا هنا عملت هنا الاتاش بتاعي هنا بالشكل ده اقدر احمل اي فايل واربطه بالبي دي اف بتاعي، برضه دي حاجه كويسه جدا، مثلا حاجه زي كده عاملها اوبن وتلقائيا هيربطها لي بالنقطه دي، اول ما اجي اضغط عليها بعد كده يفتح لي الملف بتاعي. كمان عندك الستامب اللي هو الختم، لو ضغطت عليه بيجيب لك اختام جاهزه وممكن تعمل انت ختم خاص بيك. لو جيت هنا مثلا اخترت ختم زي ده او ضغطت على كرييت بيجيب لي هنا اشكال، ممكن مثلا اختار هنا ختم زي ده كده واكتب هنا في اي اسم اللي انا عايزه، هكتب اسم مثلا هكتب محمود خضر بالشكل ده وبعد كده اضغط على كرييت، فهيجي هنا على تلقائيا اول ما اجي اعمل الختم هيظهر معايا بالشكل ده. الختم طبعا ممكن يتحط تحت خالص او في اي مكان انت حابب تحط الختم فيه، ممكن انزل تحت خالص كده واحط الختم في المكان تحت.
او لو ضغطت تاني اهو هيعمل لي الختم في المكان اللي انا عايزه بالشكل ده. ممكن اكبره او ممكن اروح جاي كده ومكبره كده على طول وهكذا، عايز تشيله شيله عادي. كمان في السنتشر اللي هو التوقيع، لو ضغطت على السنتشر هنا بيجي يقول لك اكتب التوقيع اللي انت عايزه. لو ضغطت على كريت هيجيب لك مربع كده بتكتب التوقيع اللي انت عايزه. انا برضو ممكن اكتب التوقيع مثلا زي كده واعمل كريت، اصبح عندي التوقيع بتاعي. لو جيت انا هنا على طول حطيته كده هيظهر معايا بالشكل ده. نزلت تحت شويه وجيت تاني ضغطت على السنتشر بتاعي وعملت كده هيظهر معايا بالشكل ده. فده سهله بسيطه جدا كمان لو انت حابب تعمل سنتشر او التوقيع. تعالى بعد كده على الايديت بي دي اف، هنضغط عليها هيظهر لك هنا ادوات تانية زي التكست لو انت عايز بقى تضيف نص او صوره او لينك. النص بسيط جدا زي النص اللي انا ضفته دلوقتي، عندي مثلا نص زي ده انا كنت ضفته، ممكن اضيف غيره. ممكن اجي اضغط على تكست واعمل اي مربع كبير كده واضيف برضو فيه اي نص انا حابب اضيفه بالشكل ده، واقدر طبعا اتحكم في الخط بتاعي ازاي يبقى معمول ازاي، واقدر اتحكم في كل شيء. ايضا هنا عندي لو انا حابب ان انا اضيف صوره مثلا، حابب ان انا اضيف صوره مثلا، فاجي هنا احدد المكان اللي اضيف فيه الصوره واحمل اي صوره واعملها اوبن، هتظهر معاك برضو هنا تقدر تحطها في اي مكان انت عايزه. التصميم هنا بشكل عشوائي، ولكن عايز بس اوريك كل الادوات اللي انت ممكن تستخدمها. كذلك الامر لو عايز احط لينك لاي موقع، فبكل بساطه اقدر ان انا اجي هنا اضيف لينك تو ويب واضيف صفحه ويب بكل بساطه، بحيث لو هتبقى مرجع لاي حد. بعد كده هنروح على حاجه اسمها البريبير فورم، ودي برضو فيها تفاصيل كتير ممكن تستخدمها وبعض الاعدادات. الريدكت دي برضو بعض الاعدادات مش هنستخدمها كتير، ولكن تعال نروح على الاورجنايز بيجز اللي هو تنظيم الصفحات. لو ضغطت عليها بالشكل ده بيجيب لك هنا لو انت حابب تضيف صفحه زياده ممكن تعمل انسرت، وتيجي هنا انسرت بلانك فبنفس التفاصيل اللي انت عايزها، والابعاد تعمل انسرت فهدف لك صفحه جديده، وتتحكم بقى في مكان الصفحه انت عايزها في الاول عايزها في الاخر زي ما انت عاوز. انا عايزها في الاخر مثلا بالشكل ده. ممكن تعمل ريبليس يعني تبدل حاجه مكان حاجه، ممكن تعمل اكستراكت سبليت انت تقطع حاجه، كل ده ممكن تعمله باستخدام الاداه دي. ايضا عندك الكروب، لو انت مثلا عندك صفحه عايز تتحكم فيها فتقدر بكل بساطه من خلال الكروب تتحكم فيها بالشكل ده، صغرها تكبرها، لكن طبعا هسيبها زي ما هي بالشكل ده. وبيج تولز ديت بيبقى فيها اللي هو الووتر مارك، لو انت عايز تعمل ووتر مارك للبي دي اف بتاعك. لو ضغطت على الووتر مارك بالشكل ده وجيت هنا بعد كده هتلاحظ على اليمين في حاجه اسمها اد، هيجي هنا يقول لك انت عايز تعمل ايه، فهكتب يو بي دي اف. ممكن طبعا ان انا اكبرها شويه اظبط فيها شويه تظهر معاك هنا بالشكل ده، ممكن تغير بس بتاعها تخليها قليله، ممكن تعليها زي ما انت عايز. الباك جراوند كذلك الامر، لو انت عايز تعمل اي تغيير في الباك جراوند اللي هو الخلفيه هضغط على اد. لو جيت عملت تغيير في الخلفيه هنا ممكن اجي اختار مثلا اللون زي ده اقول له انا عايز مثلا لون اصفر فاتح بالشكل ده فهيغير لك الخلفيه تماما، ده برده متاح. الهيدر اند فوتر طبعا للناس اللي بتعمل تعديلات اعمق شويه، ده ممكن ان انت تضيفه وتتحكم فيه زي ما انت عايز عشان يسهل عليك عمليه الكتاب. هنا طبعا الصفحه اللي في البيضه اللي كانت عملت اللي انا ممكن برده اضيف فيها اي شيء او اي تفاصيل انا عايزها. اذا كنت انا انتهيت من التعديلات بتاعتي على البرنامج، فطبعا هنا بكل بساطه اقدر ان انا اعمل داونلود للشغل بتاعي اللي انا عملته ده كله. ولو وعملت داونلود للشغل ده بعمله ازاي؟ بروح على فايل ومن فايل بضغط على حاجه اسمها سيف از، فبضغط على سيف از بقدر ان انا احتفظ بالبي دي اف بتاعي بالشكل ده، ممكن اضيف له اي اسم وبعد كده اعمل سيف. عايز اقول لك بقى كمان ان انت عندك حاجه اسمها كرييت بي دي اف فروم فايل، ان انت ممكن تعمل بي دي اف من فايل، ممكن تعمل بي دي اف فروم وورد اللي هو ملف وورد ملف اكسل باوربوينت بالشكل ده. كذلك الامر عندك حاجه اسمها الاكسبورت تو، تقدر تعمل اكسبورت تو وورد، يعني لو انت عايز عندك ملف بي دي اف تقدر تحوله لوورد باوربوينت لاكسل بالشكل ده. حتى لو جيت ضغطت دلوقتي على وورد بالشكل ده واخترت كل التفاصيل وعملت اكسبورت، هاجي هنا يقول لك احتفظ بالشغل بتاعك، هنا هقول له مثلا هنا نفس الاسم ده واعمل سيف، فتلقائيا هيبدا ان هو يحول لي البي دي اف بتاعي للملف وورد بالشكل. دي كانت النتيجه، حول لي الملف بتاع ملف وورد اقدر اعدل فيه، يعني لو عايز اشيل حاجه زي كده هشيلها، عايز اشيل زي حاجه زي كده هشيلها، حاجه زي كده هشيلها. لو انا بقى عايز ان انا اعدل على الشغل بتاع، حتى اليو بي دي اف دي ممكن اعدل فيها لو انت حابب تشيلها اللي هي خاصه بالووتر مارك تقدر تشيلها. بصراحه شغل حلو قوي للناس اللي بتتعمق وبتشتغل اكتر في اليو بي دي اف او في البي دي اف عموما، ان هو يعمل تعديلات رائعه باستخدام البرنامج ده، برنامج حلو قوي. ليه يو بي دي اف اي اي افضل من المنتجات الاخرى؟ مستوى ذكاء البرنامج وجوده محتوى المنتج ومراجعه المعلومات الاكثر دقه، كل دي مزايا ممكن تخلي يو بي دي اف اي اي مميز. كمان التلخيص والترجمه، وان البرنامج مدعم بالجي بي تي 4 والذكاء الاصطناعي، وانك تقدر تستخدمه على اي جهاز زي الموبايل زي اللابتوب زي التابلت، كل دي مزايا تخلي يو بي دي اف اي اي مميز. تقدر دلوقتي ان انت تجرب البرنامج بنفسك من الروابط اللي هتلاقيها في وصف الفيديو. اتمنى تكون عجبتك الحلقه، لو عجبتك الحلقه ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تشوف كل فيديوهاتنا، وهستنى رأيك في تعليق. وفي النهاية السلام عليكم.